ترأس ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية في دورته الانتخابية الجديدة التي تستمر حتى عام 2020. في بداية الاجتماع الذي عقد بمبنى اللجنة الأولمبية رحب سموه بالحضور متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم معربا عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود وما قدموه من عمل كانت محصلته الإدارية والميدانية مشرفة للرياضة البحرينية، مؤكدا سمو على مواصلة النهج ذاته في الدورة الجديدة التي تتطلع الرياضة البحرينية من خلالها إلى آفاق أوسع وإنجازات أكبر تحقيقا لطموحات القيادة الرشيدة التي تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا. كما هنأ سموه جميع الاتحادات الرياضية البحرينية صاحبة الإنجازات معربا عن فخره واعتزازه بالنتائج المشرفة لأبطال البحرين المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى الحالية بلندن بعدما انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وبعدها تم انتخاب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة نائبا للرئيس ليحتفظ بمنصة الدورة الثانية على التوالي، وتم اعتماد تحويل مركز التدريب والتطوير الرياضي في الأكاديمية الأولمبية البحرينية.